متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث تكون درجة حرارة 27 درجة مئوية مع طقس غائم جزئي، الملموسة 28، الرطوبة 20، أما الرياح تكون معتدلة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا طقس أتربة مطار عفوا 33 إلى 20، عرعر فرصة زخات رعدية متفرقة من الأمطار 32 إلى 20، أما تبوك غبار خفيف 30 إلى 18. بالنسبة للمنطقة الغربية، نبدأ بالمدينة المنورة، أتربة مطار 34 إلى 21، جدة 37 إلى 22، مكة المكرمة 38 إلى 23، الطائف 28 إلى 18. المنطقة الجنوبية الغربية، أبها فرصة زخات رعدية من الأمطار 26 إلى 16، الباحة 26 إلى 18، جازان 35 إلى 21. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 35 إلى 24، الإحساء 37 إلى 24، حفر الباطن فرصة لزخات رعدية من الأمطار 36 إلى 24. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، فرصة لزخات خفيفة من الأمطار 36 إلى 27، بريدة 36 إلى 22، أما حائل أتربة مطار 33 إلى 18. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.